نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سعد عبد العزيز محمد مصري. الأخ سعد عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على معنى الماء المستعمل، وهل يمكن التطهر به كالماء الطهور الذي يطهر غيره أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الماء المستعمل في الطهارة، مستعمل في رفع الحدث، فيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يرى أنه لا يرفع الحدث لأنه أصبح ماء مستعملا فتحول من طهور إلى طاهر بسبب الاستعمال. والقول الثاني أنه لا مانع من التطهر به لأنه ماء طهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. قد أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة أنه يصبح نجسا، وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فالأصل فيه الطهارة، الأصل فيه أنه طهور لعموم النصوص، قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، دل على أن الأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، وهذا هو الراجح من قولي العلماء. نعم.